السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم الآن السيارة شيفروليه الدبابة الفئة الثانية، تكييف وباور، زجاج كهرباء ومفتاح ريموت. وهنبدأ نستعرض العربية دلوقتي. ادي الفوج لايت وادي الفانوس الأمامي وادي الشبكة الأمامية بالعلامة المميزة علامة شيفروليه. الفوج لايت التاني وادي الفانوس التاني، إن شاء الله تصميم الشبكة ممتاز. وادي كاوتش العربية بالجنط بتاعها الكلاسيكي، وادي العلامة الجديدة، وادي الأكرة الهيكل بالجنب، وادي الصندوق. نبدأ نشوف العربية. عربية من بره ما شاء الله، طبعا عربية جديدة جديدة، ليها شكل كده وجمال. لأن مفتاح الريموت بتاعها ده شكله، وادي المراية اللي رماز فليشر، وادي وحدة الزراير بتاعة الإزاز، وادي العداد كاسيت، وادي التكييف تابلو اللي فوق العلوي السفلي، وادي الكتالوج بتاع السيارة. طبعا خالي سوزو عشان نوصل كماليات. هذا التكييف تاني، دي الجزء الخاص بالولاعة حافظة صغيرة، وادي العدة والاكسسوارز بتاعتها، فتيس كرام اليد، وادي المكادة الخلفية، وادي السقف يفتحها شكله كده، في مسند اللي هو ماسك اليد عند الكرسي اللي جنب السواق. وادي المراية، ندور العربية. شكلها كده وفي الظهر بتاعها لما تشوف فيها ممكن يبقى هناك الأرضية المفتاحة ده عدد الصورة 230 الكاسيت، يو اس بي، يو اكس، بلوتوز طبعا. ان شاء الله تكييف قوي جدا ان شاء الله، وتلاجة بس طبعا صوته بارد كل حاجة. هذه الهويات بتاعتها فيها كذا وضع. دي كده المواصفات بتاعت التحذير عشان الأوزان. بالضغط على الحاجة تحط بقى العدة بتاعتها، تحط حاجة نور الصالون. ده شكل الصندوق. نفتح الكبوت ونفتح من هنا، لا ده فاضي سوري، هو الراوند التاني عليه علامة الكبوت. وادي التاني مكتوب هنا ديزل، خد بالك الراوند الأصلي. مفتاح، هذا الإزاز الخلفي، هذا الصندوق إن شاء الله، هذا ظهر العربية، فليشر، فرانيس، علامات الشيفروليه والديزل والتربو، وطبعا موبيل الفك من كل حاجة. طبعا الاصطدام الخلفي حديد، بعد الجنط بتاعها سلسلة، بعد آلات الرب، شاسيه تحت كده بصة سريعة، المساعد الأمامي، معجون النمومية. نفتح الكابوت، عايز واحدة تصوت الموبايل عشان أعمل الدراع. هذه البطارية، هذا شكل الموتور، مكتوب عليه ديزل تربو زي ما انتوا شايفين، نبت المية والزيت والهواية. هذه في لبادة فوق اهي عشان الحرارة، قفلين باكم الزيت معلش، هو في الكابوت بس واحدة ان شاء الله. العربية جميلة وربنا يبارك لكل واحد هياخدها. شكرا لكم متابعتكم.